إن الإسلام الذي قدم نفسه على أنه دين الرحمة، وإن الكلمة التي دائما يقرأها الإنسان المسلم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن يكون لهذه الرحمة تجليات وتمثلات ومظاهر في هذه الشريعة. ودائما كانوا يقولون إن الشريعة الإسلامية شريعة رحيمة، وبموجب كون هذه الشريعة رحيمة نتوقع منها أن لا تقبل بالعنف وأن تناهضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك صراحة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على سواه. وهذا حديث واضح، إن الله رفيق يحب أن يرى الصفة في عباده، وهو يثيب الناس على الرفق ما لا يثيبهم على العنف. والإنسان المسلم هنا يختار ويعلم أن أمامه أن يكون رفيقا. وفي سياقات أخرى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مظاهر شاهدها من العنف، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله، لأن العنف هو تعذيب، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابي من الصحابة وهو يضرب غلامه، نبهه وقال: لله أقدر منك على من قدرتك على هذا الغلام. وكان هذا الرجل يسمع الصوت من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستبينه لغضبه، ثم لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم النداء تنبه، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه، فقال: إنه حر لوجه الله. قال: أما لو تفعل ذلك للمستك النار. أما لو لم تفعل ذلك، كأن كفارة هذا أنه أعطى هذا حريته لأنه أساء إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بشخص وهو يزيل جزءا أو أذن بعير، يأخذ موسى ليزيل أذن بعير استرجاع لعادة كانت معروفة في الجاهلية. كانت هناك البحيرة وكانوا يقطعون بعض أجزاء الإبل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه عن هذا وقال صلى الله عليه وسلم: ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. ساعد الله أي قوته أشد، وهو بين وبين جمال هذا، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. فإن قدرت على جمل فقطعت جزءا من جسمه لأنه مستضعف، فإن الله قادر عليك أكثر من قدرتك على ذلك الحيوان. وفي نصوص كثيرة نجد دائما أن هنالك عزوفا عن ممارسة العنف. أحد عمالي عمر بن عبد العزيز بعث إليه ويقول: إن هنالك عمالا مشتغلين أخذوا سرقوا مالا كثيرا من مال المسلمين، من مال الدولة، وهم لا يعترفون بذلك. يقول: فهل تأذن لي في أن أعرضهم للتعذيب ليقروا على ذلك؟ فلما وصلت هذه الرسالة عمر بن عبد العزيز أجابها جوابا قبل ما يتحدث الناس في نطاق حقوق الإنسان، وقال له أتستأذنني في ظلم العباد؟ أتستأذنني في ظلم العباد؟ هل صرت لك حصنا من الله من عذابه؟ وهل يكون إذني لك مبيحا لشيء حرمه الله عليك؟ ويقول له: انظر إليهم، فمن كانت عليه بينة فخذه ببينته، ومن أقر فخذه بإقراره، ومن أنكر فاستحلفه، فإن حلف فدعه، إن حلف أنه لم يسرق فدعه، لا تعرضه للتعذيب. فأمره أن يستحلفه، فإن ترك ثم قال: لأن يلقوا الله بخيانتهم أحب إلي من أن ألقى الله بظلمهم.
هذه كلمات كانت موجودة في تاريخنا ولكنها كانت غائبة، لم نقرأها نحن، ونحن منذ مدة نحن نتحدث عن التعذيب الجسدي وعن رفع العذاب، ولا زلنا بالأمس في حقوق الإنسان نتناقش هذا مع أنه جزء من تراثنا ومن تاريخنا.